إذا أنت حصل تلفزيون النهار على شهادات لصور ومشاهد صادمة لبعض دور الحضانة في الجزائر، والتي تظهر أطفال في أقفاص في مشهد يعكس حالة التسيب والإهمال. التفاصيل في هذا التحقيق لحمزة بن هويس. أقفاص ويمكن القول سجون، هي محتشدات ومشاهد صادمة لبعض دور الحضانة ورياض الأطفال في الجزائر، أو كما يسميها البعض لاكراش، مشاهد يعجز اللسان عن وصفها. يأتي هذا كله وسط جهل الأولياء التام لحقيقة ما يقع لأبنائهم. طيب، بعد مشاهدة هذه الصور هذه الصادمة، اسمح لي نقول لك باللي هذه المراقد هذه أو نسميها المحاشر هذه تصلح أكرمك الله للحيوانات وليس لبنو البشر، ويفترض السلطات المعنية تقوم باتخاذ إجراء الغلق الفوري لهذه المؤسسة هذه أو لدار الحضانة هذه. وقفنا على شهادات حية لمن وقفوا على حقيقة أولادهم داخل هذه المؤسسات، وكانت الصدمة. تقدمت أنا للروضة، كانت الزوجة ببري، استقبلتني مديرة الروضة، قالت لي راهي 14 نورمالمون طافيرتي قبل ما تجي. قلت لها ما جيتش ندي وليدي، جيت باش نشوف وليدي وراه ولا قد صحة. طلعتني الفوق، كي جينا طالعين صبنا لي بانتري صبغوا في لاكاج ديسكاليي وفي لو اول، مالغري علمتهم ان وليدي الي ازماتيك ولي زوت زونفون كيف كيف يزيتي نورمالمون ما يكونش عندهم لي بانتري في لاكراش، نورمالمون يغلقوا لاكراش باش يصبغوا. طلعت صبت وليدي دون اون شومبر دو واحد 15 متر كاري، فيها واحد 25 انفون ابوبخي واحد 10 انفون كاع في ليكاج، وراني وريت لكم لي فوتو تاعهم. غلاء فاحش للاسعار دون رقيب ولا حسيب، تجاوزات خطيرة كان أبطالها حاضنات أو عاملات لا يملكون مؤهلات لرعاية وسلامة الطفولة. إيماجين توا تسيب دي بيبي دون ديكاج، وشنو الشعور ديالك؟ ما نقدرش نفهمك الشعور ديالي وشنو هو كي تسيب وليدك دون زون كاج، تسمى ما نقدر نحس به غير أنا اللي شفتو سو دي ليو كنت. حقائق ظلت قيد أدراج الرياض ولا يعلم حقيقتها إلا مسؤولي هذه المراكز، حيث يمنع الأولياء من الدخول للحجرات التي يوجد فيها أبنائهم. هذه راهي تقع تحت طائلة جنحة في قانون العقوبات، اللي هي تعريض صحة وأمن الأطفال للخطر، جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بوصف الجنحة، وعقوبتها تروح من شهرين إلى 3 سنوات حبس نافذ. الوجه الآخر لرياض الأطفال ودور الحضانة التي انتشرت كالفطريات في الجزائر. الوجه الآخر ملف في انتظار تحرك الجهات المعنية.